تحياتي ليك كابتن ايمن، ضيوفك الكرام، جمهور النادي الاهلي في كل مكان، الف مبروك التاهل النادي الاهلي في الدور نصف النهائي من بطوله الدوري الافريقي. كل التوفيق للنادي الاهلي في يومه هو قادم. معانا دلوقتي كابتن السلامي ونان، المدرب المساعد لفريق سيمبا. يا كابتن، برحب بيك عشان قناه النادي الاهلي. في البدايه يعني تقييمك لاداء سيمبا في المباراه الاولى والمباراه الثانيه، وتقييمك للمباراه النهارده. الف شكر ليك. الحمد لله ظهر لي ورينا الوجه الحقيقي لنادي سيمبا. ما بين مقابله الذهاب والاياب كنا قريب برشا الصراحه للتاهل. العمل الفارق اليوم ما بين المقابلتين هو عامل خبره اللاعبين الاهلي بصراحه، اللي يملك ملاعبيه من طراز كبير برشا. وبالنسبه لي نحن عامل التركيز اللي كنا في بعض الردات مقابل ما كناش مركزين كما ينبغي. ما عندناش علاش نخجلوا، ظهرني خسرنا ضد فريق كبير، بو ما خسرناش، تعادلنا ذهاب واياب مع نادي كبير. نبنوا على زوز لقاءات هذه، وان شاء الله القادم افضل نادي سيمبا. مازالت عندنا الشامبيونز ليج، ان شاء الله نادي سيمبا باش يكون عنده دور كبير ان شاء الله في الشامبيونز ليج، وعندما يقدم ان شاء الله يقدم في الشامبيونز ليج ان شاء الله. كابتن سلامي، توقعاتك للبطوله خاصه حركة عربي يعني، وفي ثلاث فرق عربيه، الاهلي الوداد الترجي، توقعاتك لباقي البطوله؟ والله هو كل شيء بكتبة الله، ما نجموش نتوقعه. اما بالنسبه لي نتمنى ان يكون نهائي عربي ما بين النادي الاهلي والترجي الرياضي التونسي، وحظ اوفر للكره العربيه ان شاء الله. شكرا كابتن، بالتوفيق في اللي جاي ان شاء الله. الله يخليك، شكرا. كابتن ايمن، ده كان لقائنا مع المدرب المساعد لفريق سيمبا، كلمه لحضرتك اتفضل.